مواصفات النبي الكاذب، يعلن نبوته من نفسه، ده بيتنبأ من ذاته من نفسه، أو مصدر هو الشيطان، لا يعرف من أرسله أو كلمه، لأنه ما فيش حد أرسله أو كلمه إلا الشيطان، هو أداة في يد الشيطان. يستغل الناس في خدمة أغراضه وشهواته، يتكلم من نفسه، ليس عنده رسالة بل كلامه متناقض، يرضي البشر ولا يرضى الله، ينسى كلام الله ويغير في أحكام الله، يغير في شرائع الله، يحلل لنفسه ما يحرمه على الشعب، يلجأ إلى الناس لمعرفة حل مشاكله الشخصية، ليس له نبوات، لا يتكلم بكلام الله بل يصف الله بأوصاف تنطبق على الشيطان أكثر من انطباقه على الله، لأنه هدفه أن يضل الشعب.